هو مين دخل الشيطان ما بيننا؟ الشك دخل بيني وبين عرب. انا عايز اقول لك اني بحبك. انا خلاص قفلت باب الحب. ليه؟ عشان ربنا رفع ستره عنك. الصغير مصيره يكبر ويرقي نفسه لحد ما يبقى نمره واحد. كده النهايات مش حلوه يا عرب. ليه يا عم؟ هو البدايات كانت حلوه. اوعى تكون جت على هواك. خلاص يبقى الموت في القطره سطره وتشكر ما نحرمش. حق عرب قريبا في رمضان.